حرفيا الكل قاعد يتساءل وين اختفى بوني، او اللي صار اسمه جلامرك بوني في فناف سيكوريتي بريتش. وعلى السريع اللي ما يعرف مين بوني، هو احد الشخصيات المشهوره في سلسله فناف زي فريدي او تشيكا. طبعا الكل تقريبا سوى نظريات عن وين اختفى بوني. نحن بالفعل نقدر نشوف جلامرك بوني كان موجود في سيكوريتي بريتش، لكن الحين ما عاد موجود واختفى بسبب ظروف غامضه. واغلب النظريات اللي في اليوتيوب كان يقولوا هذا الشيء، ان بكل بساطه بوني تم تعطيله وخلاص. لكن اليوم عندي نظريه مختلفه ممكن انها تغير تفكيرك عن سبب اختفاء جلامرك بوني. قبل لا نبدأ الفيديو على السريع، لا تطلع من المقطع، لأني حاب أشكر جميع المنتسبين في القناة. يعطيكم العافية على الدعم. وإذا حاب أنك تنتسب في القناة، لازم أنك تضغط على زر الانتساب تحت، وراح تساعد تطوير محتوى القناة بمبلغ جدا قليل مقابل بعض المزايا الخاصة. خلينا ما نطول عليكم، اربطوا الأحزمة لأن هذه النظرية راح تخليك تطير من الشباك. شفت انه شيء غريب لما نزل تريلر فناف سيكوريتي بريتش مع الروبوتات المفضله للجميع في سلسله فناف، لكن مع ديزاين وتعديلات خفيفه وخلوهم كانهم جايين من المستقبل ولا شيء زي كذا، واللي هم فريدي، تشيكا، فوكسي مزور، وبوني. لا ما هو بوني، مين هذا؟ تمساح شارد من نهر الامازون. يب بالضبط، مونتجمري جيتور جال البيتزا بليكس، وبوني جمع اغراضه وراح بيت اهله. في البدايه كنت بحسب ان المطورين قاعدين يحاولوا يكرروا اللي سووه في جزء سيستر لوكيشن، تقديم بعض الشخصيات الجديده بالكامل على السلسله مع اعاده تقديم لشخصيات بالفعل قديمه لكن مع شكل وديزاين مختلف، وترك بعض الشخصيات القديمه وعدم اضافتها. لكن في الوقت اللي نطلع فيه من منطقه الديكير في سيكوريتي بريتش راح نقدر نسمع هذا الحوار. وهذا الحوار تحديدا يا اخواني في الله هو اللي ولد الكميه الضخمه من النظريات اللي طلعت، وكانه زي الطعم من المطورين واستدراج اللاعبين عشان يبداوا انهم بالفعل يتذكروا بوني وانه اختفى. واهنيهم على الحركه هذه لانهم من جد نجحوا في هالشيء. لكن في الجانب الاخر واضح جدا ان هذا الشيء ما كان مجرد تبديل بسيط بين الشخصيات زي الاجزاء الماضيه، بل باين ان الشيء اكبر من كذا بكثير. واضح جدا ان في قصه مخفيه هنا، قصه غامضه صارت لازم ان اللاعبين يحلوها. جلامرك بوني كان بالفعل موجود هنا في وقت معين بالسابق، كان موجود في البيتزا بليكس لكن حاليا اختفى، واللعبة كانت قاعدة تذكرنا باستمرار في هذه القصة الغامضة المتعلقة بجلامرك بوني. لما نتقدم في اللعبة ونكتشف بشكل أكبر في البيتزا بليكس، لما نكون في المكان اللي نحاول فيه تعطيل تشيكا، لازم ندخل على منطقة جديدة اسمها بوني بول، ولما نكون هناك، مرة ثانية فريدي يقول هذا الحوار. وما تتوقف القصة الغامضة هذه هنا، بل برضو تستمر معانا في منطقة روكسي ريسوي، لما نستلم رسالة هناك تتكلم عنه واللي نقدر نفتحها ونقراها من خلال ساعة غريغوري. تقرير إداري: صالت البولينج بحاجة إلى إعادة تصميم. بينما تمت إزالة معظم أعمال بوني الفنية، ظلوا الأطفال يسألوا وين بوني؟ هل عندنا أي رد رسمي معتمد للسؤال هذا؟ فيب وين بوني؟ الأطفال يبغوا يعرفوا، وأنا كمان أبغى أعرف إيش اللي صار للأرنب هذا اللي هو أحد أكثر الشخصيات المفضلة للجميع. بالحقيقة عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نتابع ونقرأ الرسائل الثانية اللي تلقاها في ساعة غريغوري أو الفاز واتش، وتحديدا وبشكل خاص هذا التنبيه الأمني أو الإشعار اللي يجي اللي نحصله وراء أحد الأبواب المغلقة هذه، اللي كمان نقدر انه نحصله تحت البيتزا بليكس في احد الغرف اللي في الانفاق تحت. 12:24 صباحا شهد بوني وهو يغادر غرفته الخضراء في روكستار رو متجها ناحية الشرق نحو الردى. 42 صباحا دخل بوني الممر الشرقي. 4:12 صباحا دخل بوني منطقة مونتي جولف. باين ان بوني كان رايق وقاعد يتمشى حول البيتزا بليكس وانتهى فيه الامر في منطقة مونتي جولف. وشايفين هذه النقطة تحتوي على تفصيل جدا مهم، لان زي ما شفنا في اللعبة والرسائل اللي في الفاز واتش، من الواضح ان مونتي الله يحفظه عنده نوع من العدائية والعنف، يحب انه يكسر الاشياء، وبرضه نقدر نلاحظ ان عنده نوع من الغرور والتكبر. ما ادري اذا لاحظتوا، لكن الروبوتات في هذه اللعبه كانوا كانهم بشر وبشكل غير معتاد مقارنه بالروبوتات هذول نفسهم اللي شفناهم من قبل في الاجزاء الماضيه. عندهم شخصيه زي البشر وحتى مشاعر. نقدر نشوف روكسي وهي تبكي في غرفتها لان قدرنا نهرب منها. وتشيكا واضح انها تشعر بالجوع وطول الوقت قاعده تبلع. ومونتي يبغى انه يكون النجم، يبغى يكون النجم الرئيسي لهذا العرض، وهذا هو هدفه الرئيسي من البدايه، انه يدور يمين يسار على طريقه عشان يقدر يرتفع ويصير قائد الفرقه والمغني الرئيسي عشان يخطف الاضواء. نعرف هذا الشيء من خلال المرحله رقم 4 من لعبه ذا جيتر جولف، الاركيد اللي نحصلها في منطقه مونتي اللي تحتوي على ميني جيم. نشوف ان مونتي واقف في النص على خشبه المسرح وفريدي مرمي داخل حاويه الزباله هذه. فلما شخص مهم في الفرقه وعازف جيتار زي بوني قاعد يتجول داخل
داخل منطقته في آخر الليل، مونتي شاف إن هذه هي فرصته عشان يمسكه ويدمره عشان يصير هو عازف الجيتار في الفرقة بدل بوني. هذا كله ما كان نظرية، بل كانت حقيقة وموجودة بالفعل في اللعبة بعد قراءة هذول الرسائل. لكن المعلومة هذه اللي جات من اللعبة خلتني في دوام التساؤل، ليش بوني راح للمونتي جول في المقام الأول؟ إيش لو في شخص استدرج بوني هناك عشان يجي مونتي ويدمره؟ بعدها مونتي راح يحصل على اللي يبغاه، دور بارز وكويس في الفرقة وممكن إنه يخليه نجم، وبرضه بعد كذا بوني راح يتم تعطيله وراح يتحول على طول إلى قطع من الخردة، والقطع الخردة هذه هي عبارة عن قطع حديد، قطع حديد اللي من الممكن إنه يتم استخدامهم والمساعدة في إعادة بناء أرنب ثاني كلنا عارفين مين هو، شخص متخفي ومختبئ تحت البيتزا بليكس في القبو، حبيب الجميع ويليام آفتن أو سبرينج بوني. تبغى تعرف وين راح جلامرك بوني؟ هذا هو قدامك، قدامك على طول جسم سبرينج بوني، أو الحين الاسم الشائع له صار بيرن تراب، هو نفس جسم جلامرك بوني. وأنا مو قاعد أقول هذا الشيء لأن اثنينهم عبارة عن أرنب، بالحقيقة في عدة أدلة وتلميحات اللي خلتني أفكر في هذه النظرية وأسويها. إذا رجعنا لورا شوي لما شفنا فيها ويليام آفتن آخر مرة على شكل سكراب تراب في بيتزارية سيموليتر وألتيميت كوستوم نايت، في بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام في ديزاين الشخصية هذه. واحدة منهم هي حقيقة إن نقدر نشوف فيه الكثير من العظام اللي موجودة خلف البدلة، الكثير والكثير من العظام فوق عند مكان الجمجمة عند الفك، وهنا برضو في جنب عينه، حتى عظمة الترقوة اللي تقدر إنك تشوفها من خلال الفجعة هذه. لكن هنا في سكيورتي بريتش باين إن ويليام آفتن بكل بساطة حصل على جسد جديد بشكل كامل. سكراب تراب كان مصنوع بشكل أساسي من العظام والعضلات، لكن الحين صار عبارة عن روبوت بشكل كامل. حتى نفس الكلام مع الجمجمة، باين إنها ارتبطت بشكل كامل مع وجه الأرنب. بس إحنا بالفعل شفنا عدد كبير جدا من الروبوتات الغير مكتملة أو الإندوسكيلتون في سكيورتي بريتش، وكمان نسمع فانيسا قاعدة تقول إنهم يقدروا يحطوا الروبوتات القديمة في إندوسكيلتون جديد إذا كانوا يبغوا يسووا هالشيء. فليش أنا مرة متأكد إن بيرن تراب استخدم الإندوسكيلتون الخاص بجلامرك بوني، بينما بالفعل كان يقدر يستخدم أي إندوسكيلتون ثاني؟ لأن هذا كله راح يتم إثباته عن طريق الأيادي. عشان يسووا نقطة كبيرة في التريلرات، مطورين اللعبة أظهروا هذه اليد الميكانيكية مع مخالب موجودة في نهاية أصابع هذه اليد، وشددوا عليها مرة ثانية خلال النهاية السرية هذه حقت ويليام آفتن لما يده طلعت برا محطة إعادة الشحن اللي هو فيها. وباللقطتين هذه كانوا قاعدين يركزوا على يد ويليام آفتن اليسار، اليد اللي كانت مفقودة أصلا من جسم سكراب تراب في فناف الجزء السادس وفي ألتيميت كوستوم نايت. بشكل فعلي مو بس يد اللي مفقودة، بل ذراع بأكملها، لكن أعتقد أنه وصلتكم النقطة. فإيش علاقة كل هالأشياء ببوني؟ ممكن أن هذه اليد تكون أي يد لأي إندوسكيلتون، صح؟ غلط. خذ نظرة سريعة على الروبوتات اللي عبارة عن إندوسكيلتون في هذه اللعبة، شايف كيف أصابعهم جاية؟ يب، ما عندهم أي مخالب. الروبوت الوحيد اللي عبارة عن إندوسكيلتون اللي عنده مخالب هو مونت جيمري جيتر. بالحقيقة نقدر ناخذ نظرة واضحة ليده لما اندمره ونعطله بشكل كامل. كنت قاعد أقول قبل شوي إن بيرن تراب تم صنع من أجزاء جسد بوني، فليش أنا مركز مرة على مونتي؟ لازم إنه نرجع للرسائل اللي استقبلناها في الفاز واتش. تحت في منطقة البارتس أند سيرفيسز راح تجينا هذه الرسالة اللي هي عبارة عن تقرير من قبل فريق الصيانة. تطويرات مخالب مونت جيمري جيتر تسمح له بالعزف على الجيتار بعد الانتهاء من تقديم العروض، يستخدمها في الغالب لإحداث الضرر. قبل لا أقرأ هذه الرسالة، حقيقة إن مونتي عنده مخالب ما دخلت في بالي إنها والله تصميم غريب ولا شيء زي كذا، لأن أغلب التماسيح عندهم مخالب، فالشيء هذا منطقي. لكن هذه الرسالة تحديدا خلتني أراجع شوي رأيي بهذا الموضوع، لأن بالحقيقة المخالب هي فقط للروبوتات اللي يعزفوا على الجيتار. لما استلمنا الرسالة عن إن بوني صار خارج الفرقة، راح نقدر نشوف هذا السطر مكتوب. بما إن بوني صار خارج الفرقة، راح نخلي مونتي هو عازف الجيتار الجديد. منطقة البارتس أند سيرفيسز أجرت التعديلات المناسبة، قاعدين يحطوا المخالب على مونتي عشان صار عازف الجيتار، واللي يعني إن جلامرك بوني واللي كان قبله كان عنده مخالب، وهذه المخالب لازم إنها تنبنى في الإندوسكيلتون نفسه عشان يقدروا إنهم يعرفوا يدقوا على الأوتار بقوة على الجيتار من غير أي ريشة اللي يستخدموها البشر. بالتالي المخالب اللي عند جسد ويليام آفتن الجديد تم الإثبات بشكل كامل إنها جت من مصدر واحد بس، جلامرك بوني. لكن جلامرك بوني ما هو الشخص الوحيد اللي اختفى بشكل غامض في البيتزا بليكس او حتى من سلسلة فناف، بل برضو في كثير من الشخصيات اللي اختفت بشكل غامض زي جولدن فريدي وغيره، ومجهز لكم نظريات مرة كثيرة عن المواضيع هذه. فانزلوا تحت وفعلوا زر الجرس عشان يصل لكم اشعار وما تفوتكم المقاطع الجايه. نرجع الحين لتوضيح بسيط بخصوص نظريه الماضي، واللي من وجهه نظر اشوفها احد اكثر النظريات الحلوه اللي سويتها، واللي هي ان جريجوري هو الطفل الباكي. طبعا ما راح اعيد نفس الادله اللي ذكرتها لاني بالفعل ذكرتها بشكل كامل في ذاك الفيديو، فعشان كذا اذا حاب انك تشيك عليه الرابط موجود في الديسكريبشن تحت. لكن لاحظت الكثير من الناس اللي كتبوا لي ان النظريه خطا وكتبوا السبب ليش هم معتقدين انها غلط، فعشان كذا راح اجاوب على جميع هذه التعليقات وارد عليهم في حسابي في الانستغرام، فعشان كذا اتاكد انك متابع يعني هناك. وبرضو لانه تكلمنا عن ويليام آفتن ولعبة ألتيميت كوستوم نايت، بإذن الله راح ألعبها وأنزل عنها في مقطع في قناة الجيمينج، واللي برضو راح أوريكم فيه إن سكراب تراب عنده يد مفقودة، فعشان كذا تأكدوا أنكم مشتركين في القناة الثانية ومفعلين زر الجرس عشان ما يفوتكم المقطع. وبرضو اكتبوا لنا نظرياتكم في الكومنتات تحت لأني أقرأ جميع نظرياتكم.
شكرا على المشاهدة ونشوفكم في المقاطع الجاية.